مرحبا. بحسب مسؤولين بمحمية أرض النمور المرقطة الروسية، عدد النمور المرقطة بالمحمية ازداد سنة 2018 بمقدار 5 نمور بالغة وجرو واحد. فانرصد بالمحمية سنة 2017 نحو 86 نمر مرقط و21 جرو، ودلت الإحصاءات اللي صارت بال2018 على أنه 91 نمر مرقط بالغ و22 جرو. النسبة بين الذكور والإناث تغيرت، فعدد الإناث صار أكثر من عدد الذكور بمقدار الضعف، وهالشي يعتبر عامل إيجابي لبقاء النمور المرقطة على قيد الحياة بالمستقبل. النمر المرقط أصله من الشرق الأقصى، وبيبلغ وزنه 60 كيلوغرام وطوله 170 سنتيمتر، ويعد من أندر القطط الكبيرة بالعالم، وبيعيش بالمنطقة الحدودية بين روسيا والصين. نرجع لأخبار أصناف، عم يكون غائم جزئياً بشكل عام، وعم تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات من المطر فوق مناطق متفرقة خلال ساعات بعد الظهر والمساء. أما درجات الحرارة فعم بتميل للانخفاض التدريجي حتى عم تصير قريبة من معدلاتها بأغلب المناطق السورية. بالنسبة للرياح عم بتكون غربية لجنوبية غربية معتدلة بترافقها هبات نشطة أحياناً، سرعتها عم توصل ل 30 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة فعم تتراوح بين 50 و 90%. البحر عم يكون متوسط لعالي ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 20 درجة. خلونا ننتقل سوا لنشوف كيف عم بيكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة السورية دمشق. عم بيكون الطقس مطر ليلا، ودرجات الحرارة فيها عم بتسجل الدنيا 9 العليا 23 درجة. أما كيف عم بيكون الطقس بأهم المدن والمناطق السورية، خلونا ننتقل سوا لنشوف. أيضا بالسويدة عم بيكون غائم بشكل عام ومطر ليلا، ودرجات الحرارة بمدينة درعا عم بتسجل الدنيا 10 العليا 23، وبالقنيطرة درجات الحرارة عم تتراوح بين 8 و19 درجة. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما طقسنا عم بيكون ايضا ماطر ليلا، ودرجات الحراره عم تتراوح بين 10 و22 بحمص، وبحما درجات الحراره عم بتكون بين 11 و23 درجه. على ساحل بيتر توسولاتيه رح ننتقل سوا نشوف كيف عم بيكون الطقس. مكفي الطقس غائم بشكل عام وماطر ليلا بيتر توسولاتيه، ودرجات الحراره عم بتسجل بمدينه لواء اسكندرون دنيا 14 العليا 21. كيف عم بيكون الطقس بالمنطقه الشماليه بحلب وادلب رح ننتقل سوا لنشوف. ايضا عم بيكون في احتماليه لتساقط الامطار ليلا بادلب وحلب، ودرجات الحراره بحلب عم تتراوح بين 11 و22 درجه. اخيرا رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بمدينه الرقه، غائم جزئيا ودرجات الحراره عم بتسجل الدنيا 13 العليا 25 درجه، وبالحسكه درجات الحراره عم تتراوح بين 13 و24 درجه، والطقس عم بيكون غائم كليا. اما اخيرا بدير الزور درجات الحراره عم تتراوح بين 25 و26، وطقس مكفي غائم. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع انتظروني بكرة. باي.